الجديد اللي ممكن نقدمه للاعبين فهو هو داكشي اللي غيبان في التيران. الى الصوره ديال الفريق تغيرات واصبح الجمهور ديال النادي راضي على النادي ديالو، فغادي يبان باننا المجيء ديالنا قدم واحد الاضافه وغير شي حاجه. الى ما كانش تغيير لا في طريقه اللعب لا في النتائج، فاحنا مطلوب منا اننا نمشيو في حالتنا. شكرا واضح.